على غير ما جرت عليه العادة في انطلاق مسيرة يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، استجابة لنداء مفجر الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخميني، طافت شوارع العاصمة البريطانية لندن المسيرة يوم الأحد استجابة لرغبة الشباب من مختلف الأديان. Once again, we've got a demonstration for Al-Quds Day. We've done it deliberately on Sunday because many youngsters, many youth wanted to be part of it. When you look at them, these are not elderlies walking in the street. These are youth from Muslim, Christian, Jewish background and people of different faith and non-faith are come together to stand up in support of the Palestinians. مشاركة واسعة من أتباع الديانات المختلفة وحتى من يهود مناهضين لقيام الكيان الصهيوني ويطالبون بإزالته. And our prayer is that the totally illegitimate state of Israel should be totally, peacefully dismantled and replaced by a regime entirely in accordance with the aspirations of the Palestinian people. المسيرة توجهت نحو السفارة الأمريكية باعتبارها الراعي الأكبر للكيان الصهيوني. I mean to show support for the Palestinians who have been ethnically cleansed in Israel by the state forces and they're being funded by America. That's why we're marching to the American embassy. ولم تقتصر مسيرة يوم القدس العالمي على التنديد بالكيان الصهيوني بل بحلفائه العرب الذين ينفذون مخططاته وفي مقدمتهم نظام عائلة آل سعود. اليوم نقف هنا لندين الممارسات الصهيونية وممارسات المتصهينين العرب المتحالفين مع الصهاينة الذين يساهمون في إشعال الفتن الطائفية وإهدار طاقات الأمة في صراعات جانبية وإبعاد هذه الأمة عن القضية المركزية، قضية فلسطين والمقدسات والمسجد الأقصى. مسيرة يوم القدس العالمي تبقي قضية القدس حية في نفوس المسلمين وبأنها لن تندثر مهما تعاقبت الأزمان. هذه التظاهرات الحاشدة التي يشارك فيها أتباع الديانات المختلفة تثبت بأن قضية القدس إنسانية بحتة وأن تطور العلاقات السعودية الإسرائيلية لن يفلح في وضعها طي النسيان. ساهر على بر البحرين اليوم من مظاهرة يوم القدس العالمي في العاصمة البريطانية لندن.